لو بنتكلم على القضاء على فيروس سي، اسمح لي سيادتك ان انا النهارده بس اقول تحديث لاخر المعلومات ماذا وصلنا في قضاء على فيروس سي. سيادتك حتى 31/12 السابق 2017 تم علاج 1,500,000 مواطن في مصر من فيروس سي. هذا الاتمام الانجاز دوت ما كانش يتم الا بمجموعه تحركات لينا، اهمها ان احنا خفضنا سعر الدواء المصري بعد الاعتماد فقط على الدواء المصري. الدواء المصري تم التشكيك فيه، احنا ما استغلناش الا الدواء المصري. من ديسمبر 2015 اوقفنا استيراد والتعامل بالدواء الاجنبي واعتمدنا على الدواء المصري اللي حقق نسبه نجاح ورضاء او شفاء من المرض بنسبه 96%، وخفضنا الدواء المصري. النهارده الدواء اللي بيعالج فيروس سي في امريكا ثمنه 80,000 دولار، في مصر 80 دولار. هذا التخفيض الشديد هو اللي خلانا قدرنا نعالج 5.5 مليون مواطن. بعد كده سيادتك وجهت القضاء التام على فيروس سي بعد ما خلصنا قوائم الانتظار في 30 يوليو 2016 ان احنا نبتدي في المسح الطبي. سيادتك امرت بهذا الكلام في شهر مايو من العام الماضي. في 14 شهر عملنا مسح طبي ل 5 مليون مواطن في مصر. المستهدفين في مصر للإصابة بفيروس سي هم فئات العمرية من سن 19 سنة لغاية سن 59 سنة، دول 50 مليون مواطن تقريبا. عشان نقدر ان احنا نوصل للناس ديت ونكتشف مين عنده المرض ونعالجه كان لازم نعمل المسح الطبي. بدينا فيه في 14 شهر مسحنا طبيا 5 مليون مواطن، وكل مواطن بيلاقي عنده المرض بنعالجه.